مايكل. خرجنا بمسيرة من عند الكاتدرائية واتجهنا لميدان التحرير بعد، لكن وقفنا شوية عند المستشفى القبطي، المكان اللي مات فيه الشهداء واللي خرج منه كل صناديق الشهداء. وطبعا زي ما انت شايف المسيرة مش مسيحيين بس، المسيرة مصريين مسيحيين ومسلمين. فبيتهيألي هو ده الشعب المصري، مفيش فرق ما بين مسيحي ومسلم، كلهم مشاركين عشان الشهداء اللي ماتوا ظلم، وكل الناس عارفه مين اللي قتلهم ومين اللي دهسهم. وطبعا دلوقتي زي ما انت شايف احنا جايين على ميدان التحرير، ميدان الشهداء اللي دايما اللي استقبل الثوره من بدايتها، جينا عشان ناكد على ان احنا تكمله الثوره، وان احنا موجودين لغايه اخر يوم، وان احنا لينا حق ومش هنسكت عليه، وفي نفس الوقت مش مسيحيين بس، لا الحق حق كل المصريين. شكرا.